تخيل جيت الشقه لقيت مفيش حد فيهم جه، سايبين العده ومفيش حد فيهم موجود ومحدش كمان بيرد على التليفون. لا طبعا قبضوا وخلع. لا هروح على البيت طبعا، هقعد هنا اعمل ايه؟ تحت امرك. تعرف تكلم عنك؟ وعن الله. طب هديك 10,000 جنيه تعمل اللي قلت عليه. لا هعرف هعمل ايه الاول وبعدين نحدد السعر. اتفقنا. بتعملي ايه يا حبيبتي بس؟ زي ما انت شايف كده يعني، كنت بعمل ايه؟ بطبخ. حبيبتي كنا طلبنا سندوتشات من بره وخلاص. احنا في عرض اي جنيه علشان العياده. قلبي بس كده تعب عليك؟ ولا تعب عليا ولا حاجه. روح انت ذاكر بس، سيبني انا في المطبخ. تعملي شوربة ايه؟ لسان عصفور. لسان عصفور. بطل بقى. روح ذاكر. يلا يا دكتور لو سمحت انا مستعجله. لحظه واحده يا حاجه بس وهبقى معاكي. شوف منتهى السفاله. ايه عبلة الضحكه دي؟ في ايه؟ ضحكه عاليه وما تلاقيش في سته متجوزه. يعني ايه؟ هما المتجوزين ما بيضحكوش؟ يعني جوزك طافح الكوته جوه وفي عيانين في العياده وانت بتضحكي بصوت عالي. في ايه يا ماما؟ مالك؟ اخرس انت ولا قوم شوف لك شغلانه بدل ما انت قاعد صايع.